جدا ان انا بزور المحافظه التحديديه النهارده، وبدا زيارتي في مدرسه منهج ميكانيكيه، مدرسه معروفه ولها التقاليد، وبهني جميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد. هو عام مختلف وان شاء الله اتمنى لكم جميعا التوفيق. طبعا ده عام جميع الطلاب في بدايه العام الدراسي الجديد. الحقيقه من هنا انا ببعت رساله لسياده الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم على الجهد الحقيقه اللي معمول فيه خلال السنوات السابقه وقيادات استماع الاجازه القيادات التلميذيه. حصل طفره فعلا في التعليم في كل المراحل. ايه يا سياده؟ احسن رضا صف.